الرياضية اللي بتكون عاملة ضجة على السوشيال ميديا بالذات، لأن في هنا تداول كان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو جرت أحداثه في إحدى مباريات هنا، المباريات الدوري البولندي لكرة القدم. اللي حصل هنا بقى إيه؟ حارس المرمى ترك مكانه لأحد زملائه اللاعبين ووقف حائط سد، وقف مع حائط السد ده مفروض يعني وجهة نظره كانت في خطة دفاعية جديدة في عالم هنا بقى الكرة عشان يتصدى للركلة الحرة الثابتة اللي حصل عليها المنافس. الخطة دي بصراحة أثبتت فشلها سريعا كمان، خلينا نقول بعد أن عجز هنا الحارس عن إبعاد الكرة عن مرمى بإيده وهو وقف ضمن حائط السد، ولكن هنا هنقول لحسن الحظ بقى أبعادها أحد لاعبي فريقه اللي واقف على خط المرمى كان برأسه في اللحظة الأخيرة ومنعها أن هي تخش يعني جول. يعني أتمنى أنه ما يكررهاش تاني. لفتة غريبة أو حركة غريبة جدا. طيب تعالوا بقى نروح